بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات المرحلة الثانوية معاكم مستر محمد عبد الدايم النهاردة عايزين نتكلم على كيفية عمل الحساب الموحد والاستمارة الإلكترونية اللي بتواجه الآن طلبة المرحلة السنوية اللي بيعانوا معاناة كبيرة جداً في عمل الحساب الموحد والاستماره الالكترونيه لكن في البدايه اذا يعني عجبك الفيديو وحسيت بقيمه المجهود المبذول فيه ما تنسناش من اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وتترك لنا لايك وتعليق من خلاله يصل اليك كل ما هو جديد ينزل على هذه القناه السنادي اصبح من المهم انك لازم يكون ليك حساب موحد يعني بدل ما مع ناس معاها جيميل ومعاها ياهو ومعاها مش عارف فين ومعاها فين الوزاره قررت ان هي تعمل لكل طالب ايميل واحد او بريد الكتروني اسف واحد بيدخل بيه على عايز تخش على بنك المعرفه تخش بيه على اوفيس 365 تخش بيه على كل حاجه ويجي معاك ايميل واحد فالخطوة الاولي علشان تعمل الاستمارة الالكترونية اللي هي من خلالها لازم تتأكد من بياناتك قبل دخول الامتحان لازم تعمل حساب موحد. ازاي هنعمل حساب موحد؟ امشي معايا. الخطوة الاولي اللي انت هتلاحظها في البداية علشان تعمل حساب موحد لازم يكون معاك كود الطالب اللي هو اسم المستخدم اللي دخلت به الامتحان في سنة أولى وفي سنة تانية سنوي أو في تلت اعدادي بالنسبة لطلبة أولى سنوي لو كان كود الطالب ضاع منك أو مش موجود ممكن توصل للمدرسة والمسؤول هيدي لك كود الطالب ويكون معاك رقمك القومي اللي هو موجود في شهادة الميلاد او في البطاقه اذا كنت طلعت بطاقه شخصيه بعد كده عايز اخش ازاي اعمل حساب موحد في طبعا في تكتب في جوجل يعني في محرك البحث اكتب انشاء حساب الطالب الموحد اول ما تكتب وهيفتح معاك اول موقع هتفتح هتلاقي هيفتح معاك الصفحة دي اللي مكتوب فيها الحساب الموحد او الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية إنت كطالب هتضغط على حساب الطالب هتضغط على حساب الطالب بعد ما تضغط على حساب الطالب هتبص هيدخلك على المرحلة التانية. في المربعين دول هكتب في المربع الاول الرقم القومي اللي احنا اتكلمنا عليه وبعدين كود الطالب وت... وتضغط على المربع ده هيعمل علامه صح علشان يتاكد انك انت انسان مش اله بتلعب في الموقع الالكتروني بعد كده ساعات كمان لما بتعمل علامه صح بتظهر ليك مجموعه من المربعات بيطلب منك اختيار ثلاث مربعات سواء يقول لك فين الكبار اللي موجودة هنا فين السيارات اللي موجودة هنا فين على اشارات المرور ايا كان وبعد كده بتضغط على التحقق من البيانات هيدخلك على طبعا هو هنا ده انا وريتك ازاي ادخلنا رقم قومي ودخلنا كود الطالب عشان نكمل ونتحقق من البيانات هيبدأ يدي لك الصفحة دي هيظهر لك اسمك وانك انت في سنة كام اولى او تانية او تالتة والمديريه التعليميه اسوان الاداره التعليميه اسوان المدرسه بتاعتك احنا هنا عشان في كيما بيكتب مدرسه كيما لكن ممكن يكتب اسم المدرسه هنا بقى ده اسم الحساب وده اللي احنا بنتكلم عليه ده حساب الشخصي بتاعك الايميل اللي هو عمله لك لكن الايميل ده لابد ان يكون له كلمه مرور لابد ان يكون له كلمه مرور عايز انتقل على الخطوه الثانيه علشان اعين كلمه مرور طبعا هعلم المربع ده اللي قدام حضراتكم وابدا ادوس على تعيين كلمه المرور يعني بعد ما اعلم كده وينتهي ادوس على تعيين كلمه المرور هيبدا يقول لي في خطوه قبل ما حضرتك تعين كلمه المرور قلت له ايه؟ قال لي مطلوب منك بعض البيانات طبعا البيانات اللي فوق دي كلها بتبقى مكتوبه وجاهزه مش هتعمل حاجه ايه اللي انا هضيفه المربعات الحمراء دي؟ هكتب رقم الموبايل بتاعي البريد الالكتروني، ايه البريد الالكتروني اللي مش عارف البديل ما تعبش دماغك من الكلام ده، اعمل نسخ، اعمل نسخ للبريد ده، اعمل نسخ وحطه هنا وحطه هنا مرة تانية، وتعلم علامة الصح على انك لست ريبوت، وتبدأ تدخل على الخطوة التانية، هيبدأ كده يقول لك ألف مبروك عليك، أنت تم تسجيلك عندنا في وزارة التربية والتعليم، عملنا لك اسم الحساب، وعملنا لك كلمة مرور هنا في اللحظه دي انت انشأت حساب دول تحفظهم في لانك هتحتاجهم دايما اوعى تقول نسيتهم اوعى تقول ضاعوا مني ايه الحل بعد ما يطلع بتعمل سكرين شوت ولو انت شغال على الكمبيوتر او اللابتوب بالموبايل بتاعك صور الصفحه دي واحتفظ بيها كصفحه وحطها في اكتر من مكان لانها مهمه للغايه بعد ما عملت انشاء حساب كده انت عملت حساب على وزارة التربية والتعليم مطلوب من حضرتك الآن تعمل الاستمارة، خلاص أنا حفظت دول معايا أهو جهزت حساب وكأن حضرتك يعني حجزت وقطعت التذاكر وداخل على أول خطوة هتخش بيها الامتحان إنك لازم تعمل استمارة إلكترونية مهمة بس قبل ما أخش على موضوع الاستمارة الإلكترونية لابد إنك تكون لو أنت شغال على الموبايل تكون محمل صورة أربعة في ستة زي الصور اللي بتقدم بيها حتى لو ما عندكش صورة أربعة في ستة يعني صورة يكون وشك واضح فيها تماما مش عايزين سيلفي مش عايزين أي حيات من اللي بتحطوها في دماغاتكم دي دي صورة هتنزل على كل الشهادات شهادة السنوية العامة وكل الشهادات اللي حضرتك هتحصل عليها فيما بعد فلازم تكون صورة واضحة ويفضل أن تكون خلفيتها بيضة وطبعا بتعمل لها اختصاص وعايزين صورة الوجه فقط لا غير زي ما وتكون محملها عندك على الموبايل او محملها على اللابتوب او الكمبيوتر لانه هيطلب منك تحميل هذه الصوره وحاول انك انت تضغطها بما يتناسب مع المربع اللي موجود قدامنا في الصوره الخطوه الثانيه هنبدا نقول لحضرتك عشان لعمل الاستماره الالكترونيه لابد ان تدخل على الرابط هذا اللي هو الرابط اللي قدام حضراتكم ده تحفظه عندك وتدخل على هذا الرابط مجرد انك تدخل هذا الرابط في محرك البحث في جوجل او في اي مكان بتبدا تظهر عندك هذه الصفحه اللي اسمها تسجيل استماره التقدم لامتحان العام الدراسي 2021 طبعا متاح هنا للصف الثالث اعدادي اولى ثانوي ثانيه ثانوي ثالثه ثانوي يعني كل دول هيقوموا بعمل هذه الخطوه وكل الخطوات السابقه لكن هنا في الخطوه دي يا ترى انا اضغط على تسجيل دخول ولا اضغط على انشاء حساب بريد الكتروني طبعا دي لا حساب الكتروني ما انا عملته ما انا معايا الحساب ومعايا الباسورد يقبل الخطوه ان انا اضغط على على تسجيل الدخول هضغط على تسجيل الدخول دي اول ما تضغط على تسجيل الدخول هيطلب منك في هذا المربع من فضلك ادخل البريد الالكتروني الموحد على منصه اوفيس 365 لان هذه المنصه اول ما حضرتك هتخش طبعا هتسجل على اوفيس 365 يعتبر انت سجلت الحساب بتاعك مسجل على 365 لما هتخش على اوفيس وتدخل البريد الجديد ده هيفتح معاك اوت ويفتح معاك كل حاجه انت محتاجها. بعد ما انا احط الحساب اللي احنا حفظناه وخدناه على جنب ده هبدا اعمل تسجيل دخول اول ما اعمل تسجيل دخول يقول لي من فضل حضرتك ادخل كلمه المرور اللي احنا اديناها لحضرتك بعد ما تدخل كلمه المرور بسرعه هتلاقيه مدخلك على استماره طبعا استماره طويله جدا بس انا هاخدها على جزئين هو هيبقى كاتب لك اسم الطالب وكود الطالب والرقم القومي والجنسيه مصري ومحافظه الميلاد هنا هتلاقي في مربع هيقول لك تحميل الصوره هتضغط عليه هيدخلك على المكان اللي انت حافظ فيه الصوره وتحط طبعا دي الصوره دي احنا عملناها بس ايه لمجرد المعرفه او تعرف هيبقى شكلها ازاي طبعا يعني لازم يبقى ظاهر فيها الوجه واضحة تماما وصورة جميلة على أساس إنك دي اللي هتظهر معاك بلاش الصور الغريبة اللي أنتوا بتحطوها ولا صورة واحد مصور لي صورة كاملة يعني كأنه واقف على الكورنيش ولا التانية مدياني جفاها ولا التالتة مدياني ودنها لا الكلام ده كله ملوش أي لازمة أنت المفروض صورة كأنك زي الصور اللي قدمت بيها في تالتة إعدادي زي الصور اللي هتقدم بيها إن شاء الله في تالتة ثانوي طبعا المربعات اللي هي اللي مش مش مفعله دي دي ما فيهاش اي شيء بس ما قبل ما أبدأ لازم تقرا البيانات دي تماما وتتاكد تماما ان كل ما فيها صحيح ان اسمك صحيح رباعي كود طبعا كود الطالب ده مش هيتغير لانك انت وضعه من الاول تاريخ ميلادك طبعا هو من عنده النوع طبعا هتحدد طبعا طالما انت حطيت الرقم القومي هو بيحدد لك النوع ذكر ام انثى تلقائي لكن المربعات الحمراء دي هي دي اللي انت بتكتبها محافظه العنوان بتروح تدوس على المثلث اللي نازل لتحت ده تختار منه اسوان وهنا تختار قسم اسوان وبعدين عنوانك بالتفصيل تكتب هنا عنوانك بالتفصيل لو هو مكتوب خلاص لقيت عايز تغيره بتظلله وتغيره اقرب تليفون مطلوب منك تليفونين هنا واحد هنا واحد هنا يا واحد تاني هيقول لك غتت انا مش عارف غير تليفون واحد اكتبه هنا واكتبه هنا تاني طبعا اسم الوالد هتلاقيه موجود ومكتوب آه ومهنته بس طبعا اسم الوالد انه بياخده من اسمك طبيعي لكن المهنه انت بتكتبها آه افرض طب واحد الوالد متوفي كتبت متوفي مش مشكله هي لا تعنينا هذا الشيء البريد الالكتروني هو بيكون كاتبه لك تماما ده نص الشهاده من فوق بعد كده في بيانات القيد الدراسي انا عملت لك في صفحه لوحدها زي ما انت شايف دي انت حضرتك ما بتكتبش فيها اي حاجه اي حاجه ما بتكتبهاش بس لازم تتاكد من اللي انا هقول لك عليه تماما اولا تتاكد انك انت اسم المدرسه طبعا هو هيبقى موجوده من الاول تاكد انك انت ناجح ومنقول لو كنت انت اول سنه داخل ثانويه عامه يبقى مكتوب هنا ناجح ومنقول لو انت عايد السنه هيبقى كده هنا كلمه راسب وباقي للاعاده مع المرحلة الثانوية طيب المدرسية تبقى ثانوي عام الصف بتاعك سواء كنت اولى تبقى اولى تانيه تانيه تالته تالته وهكذا تأكد تماما النظام التعليمي بتاعك رسمي يعني انت مش منازل مش منازل نوع التعليم انك انت طبعا هنا طلاب الشعبة بقى أدي أهم وأخطر حاجة تأكد إن الشعبة اللي مكتوبة هنا صح إذا كنت أدبي تبقى أدبي وإذا كنت علمي تبقى هنا كذا هنا علمي وهنا هيكتب لك علم علوم ولا علم رياضة تأكد لو في أي خطأ في المنطقة دي كلها أوعى تدوس على حفظ أوعى تدوس على حفظ تعمل خروج وتجيني تيجي المدرسة ونشوف لك الخطأ موجود فين الخطوة التانية تأكد إن اللغة الأولى إنجليزي اللغة الثانية هي اللغة الفرنسية أو الألمانية تأكد تماما تاني أكرر وأكرر وأكرر المربع ده من أهم ما يمكن إجراء كويس وأوعى تدوس على حفظ لأنه لن يتم التغيير طالما حضرتك دوست على حفظ بعدين لو انت ادبي هتلاقي كاتب لك زي ما انت شايف تاريخ وجغرافيا وعلم نفس اجتماع وفلسفه ومنطق لو انت علمي علوم هتلاقي كاتب لك كيمياء وفيزياء واحياء وجيولوجيا هتلاقي كمان لو انت رياضة هتلاقي كاتب عندك كيمياء وفيزياء والرياضه البحتة والرياضة التانية اللي انتوا حضراتكم عارفينها بعد ما اتاكد تماما من هذا الكلام وبياناتي كلها تمام وحطيت الصورة تمام وكله ابدا ادوس على كلمة حفظ كده انا سجلت الاستماره في خطوه تاني لسه ما اتفتحتش لسه ما اتفتحتش بعدين اول ما هنعرف انه بداوا يفتحوا طباعه الاستماره هو طبعا مش راضي يفتح موضوع طباعه الاستماره خوفا من التغييرات او الاخطاء اللي هي هتقع فيها الطلبه لانها لسه في حاله يعني يمكن يضيفوا اشياء تانية بعدين فيما حتى كاتب لك تحت سيتم فتح طباعه الاستماره قريبا وده مش مشكلة أنا طالما حفظت يبقى أنا دخلت على الاستمارة وحفظت على البيانات كلها وهنا بعد كده بعد ما بخلص بعد بعد دوس على عملية حفظ بدوس على خروج وأطلع وأوعى وأوعى حد يعرف الحساب بتاعك أو الباسورد بتاعتك لأنه ممكن يخش بهدلك الدنيا بعد كده حضراتكم يعني إذا آه عجبكم الفيديو وحسيت بقيمه المجهود المبذول في هذا الفيديو ما تنساش انك تعمل اشتراك في القناه وادي القناه بتاعتنا وانت لما تخش على الفيديو هيدخلك على القناه تماما بتاعتنا واعمل اشتراك وتعليق عشان يعني لو في عندك اي تعليقات تقولها لنا على اساس تساعدنا على تحسين وضع القناه. ودو فعل الجرس عشان لو نزلنا اي دروس ولا اي حاجه توصلك مباشره بدون بحث ولا اي عناء ودينا لايك من عندك على اساس نساعدنا في هذا الامر ونقول لحضراتكم الى اللقاء نتمنى ان نشوف حضراتكم كلكم ناجحين وحاصلين على اعلى الدرجات مع تحياتي مستر محمد عبد الدايم كيما السنوية.